مساء الخير يا باشا. الشاي يا باشا. شكرا يا عم ابراهيم. متشكر. نظارتك يا سيدي. متشكر. معلش انا اسف، كان لازم اتكلم معاك. تبني حالتك صعبة قوي. اتفضل الشاي. انا عارف انك شفت الصياد وهو بيموت وحضرت جنازته. بس برضو الله يرحمه، يعني ممكن يكون ما ماتش وفبرك الموضوع ده عشان يبعد الشبهات عنه. انا قريت القضيه يا باشا، وعارف انكم كنتوا خلاص خطوه وتمسكوه. مش ممكن يكون عمل كده عشان يختفي؟ انت ما روحتش من الصبح ولا ايه؟ لا ما روحتش، عديت خدت مراتي ووصلتها وما قدرتش اروح بصراحه لما اجيلك. يعني المدام مسافره ولا حاجه؟ لا هي بس بتشتغل في مكتبه بتاعه جامعه القاهره، وانا متعود اخدها في سكتي وانا مروح. انا اصلا قابلتها هناك وانا بعمل الماجستير. طيب اشرب الشاي وروح لمراتك وانسى موضوع الصياد ده خالص. انت ليه مش عايز تساعدني؟ انا مش عايز اضيع وقتي ووقتك. الموضوع مش هياخد وقت على فكره. انت قتلت حد قبل كده؟ لا طبعا. ده انت تلاقيك حتى عمرك ما مسكت حرامي غسيل. ده راجل بتاع نظريات وعامل ماجستير وقاعد على مكتب على طول في التكييف. تلاقيك عندك اكونت على الفيسبوك كمان، يعني مالكش في الكلام ده. الله 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 الله، ايه ده يا باشا؟ ده هو انت عامل عني تحريات ولا ايه؟ مش محتاج، انت كتاب مفتوح يا طارق، مش محتاج حتى عينين عشان يتقري. ولو مثلا طلع الصياد عايش صحيح وعارف انك بتدور عليه مش هيبقى كويس علشانك. يعني هو عايش؟ انت بتتلكك يا ابني، انا ما قلتش كده. هو انت ليه مستقل بيا قوي كده؟ بجد؟ طب ما تيجي نتاكد من الموضوع ده. الكرافته اللي انت لابسها دي تمنها اكتر من نص مرتبك، ومع ذلك لابسها وانت جاي تقابل واحد اعمى. ليه؟ عشان انت اصلا غني وعيلتك غنيه، ابوك حد مهم ومعروف. عشان لما جيت تعرفني بنفسك قلت لي ان اسمك طارق فيصل وما رضيتش اكمل الاسم للاخر. عشان الموضوع ده مش مريحك نفسيا. عايز تثبت لنفسك وليا وللعالم كله ان انت كويس عشان انت كفء، مش عشان انت ابن فلان. ودي مش مشكلتك الوحيده مع ابوك. انت ابوك كمان ما كانش موافق على جوازك؟ نعم. موظفه عاديه في مكتبه جامعه القاهره. شغلانه يعني اللي بيشتغلها بيبقى عايز ياكل عيش. مش عايز يثبت نفسه ولا حقق طموحه. وبالرغم من انها اتجوزتك وانت راجل غني ما سابتش الشغل، عشان هي مش حاسه بامان، حاسه ان انت وهي مش هتعمروا مع بعض، وخايفه ترجع تحتاج للشغل تاني. وعشان انت بتحبها بجنون لدرجه انك بتوصلها وبتجيبها من الشغل، فاكيد المشكله مش منك انت، المشكله من العيله. البابا والماما كانوا شايفين لك شوفه تانيه، بس انت صممت انك مسيرك في يوم تثبت لهم انهم كانوا غلطانين. زي ما انت مصمم برضه تثبت لزمايلك في الشغل انك كويس عشان انت كفء، مش عشان ابن فلان. انت عندك حاجات كتيره قوي عايز تثبتها يا طارق، وحاجات اكتر ممكن تخسرها. انت هدف كبير وواضح لاي مجرم. عشان كده بقى هتشرب الشاي وتروح لمراتك وتدور على حاجه اسهل شويه من موضوع الصياد ده. لا انا انبهرت. لا بجد. بس سؤال يا باشا بعد اذنك. لما انت ذكي قوي كده لدرجه انك جبت قراري في 5 دقايق، ليه تعذب راجل مشتبه فيه عشان يعترف؟ ليه ما عملتش تحريات عن الكرافته بتاعته بدل ما تعمل له عاهه مستديمه وتجيب لنفسك مشاكل؟ عم ابراهيم تحت امرك، تحت امرك يا سيبي. وصل باشا لعربيته. اتفضل يا باشا. خليك يا عم ابراهيم، انا عارف سكتي كويس. موضوع الصياد ده لو اتفتح تاني يتفتح بشكل رسمي، وبخلي حد من رؤسائك يكلمني. ما حسيتش ان دي فرصة عشان ترجع تشتغل؟ تثبت ان انت ليك كيان وليك أهمية؟ أثبت لمين؟ وليه؟ لطارق مثلا. ايه رايك فيه؟ كويس.
ولا كويس وشريف كمان، ولو اني لسه كنت محتاجه اشوفه بعد ما يقدم وتراب الشغلانه يوسخ بدلته. بيفكرك بنفسك؟ خالص، انا وهو مختلفين تماما، يعني تقدري تقولي كده زي النور والظلمه. حضرتك مش بتعرف تشوف؟ فريدة معلش احنا اسفين. لا ابدا ما جربش. انا مش قلت لك ما تتحركيش من جنبي؟ اقعدي. صباح الخير. صباح النور. اسف كنت اتاخرت عليك. ولا يهمك. بص انا هخش في الموضوع على طول. بص يا مدام، الشقق كتير بس حضرتك السعر اللي انت قلتي لي عليه قليل شويه. لو نقدر نرفع الايجار ل 1000 جنيه هجيب لك شقه حلوه وجميله وفيها مطبخ كامل بالتكييف وفي الشارع اللي ورانا. معلش يا استاذ منصور، حضرتك عارف ان انا امكانياتي ما تسمحش. مو ما تاخذنيش يا مدام، الناس النهارده عقلها ضيق وحضرتك ظروفك يعني وبصراحه بالعربي كده غالبيه الناس النهارده ما بترضاش انها تسكن عندها ست مطلقه. أنا آسف طبعا إني بقول لك الكلام ده بس لازم تعرفي. يعني أنا لو دفعت الناس دي هتبقى عادي مش كده؟ ما هي الناس بتحب تستغل الناس والظروف دي. إيه ده؟ طب عايزة تقابلي وتصاحبي براحتك بس على الأقل ما تاخديش بنت معاكي. هو أنت ماشي ورانا ولا إيه؟ كنت عارف وقلبي حاسس إنك عايزة توسخي البنت زيك بالظبط. حرام عليك، ده أنا سبت لك كل حاجة، عايز مني إيه تاني؟ عايز بنتي يا هاني. يا استاذ انا مجرد سمسار بشوف لها شقه. وعليه شقه بيه؟ ما تاخدها في اي حته على جنب، دي سهله ورخيصه. حسبي الله ونعم الوكيل. هقول ايه بس؟ تعالي يا بنتي معايا. سيب بنتي. اوعي تخليني في جنة وفي جهنم. يا استاذ ما يصحش الكلام ده يا استاذ، دي واحده ست، اتكل على الله اعمل الكلام ده بره لو سمحت. مالكش انت فيه. تعالي يا فريده، تعالي يا حبيبتي. يا استاذ بقول لك ما يصحش كده.